أعلن الفنان رامي جمال عن نشوب حريق هائل في مكتبه الخاص بسبب ماس كهربائي، مما أدى إلى حريق الشقة والأجهزة بالكامل. وقال رامي جمال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وأيضا انستجرام: النهاردة عرفت معنى العين، وعرفت لطف ربنا قد إيه جميل. ماس في المكتب في كل الأجهزة بدون سبب، فصلت الأجهزة قبل ما أمشي بس العين ما بتخلصش. روحت وأنا طول الطريق خايف وقلبي مقبوض، داخل أنام لقيت تليفون من مدير أعمالي بيقول لي الجيران كلموه وقالوا المكتب غرق بالكامل، وأجهزتي والعفش باظوا، اللهم لك الحمد والشكر. وعلق تامر حسين ومحمد نور على منشور رامي جمال داعين له بالسلامة والنجاة. يذكر أن رامي جمال بصدد طرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة. وده البوست اللي حطه النهاردة: عرفت معنى العين، وعرفت لطف ربنا قد إيه. وأضاف: أجهزتي باظت، العفش باظ، الأرض باظت، اللهم لك الحمد يا رب. اللي حسدني يدوق من شره، اللهم أبطل أثر عين. ملحوظة أخيرة: أنا لسه مستلم المكتب من أسبوع، الحاجات دي كانت بورقتها والأجهزة على الأرض. أيضا من ناحية أخرى، كشف المطرب رامي جمال عن نجاته وزوجته من الموت بعد تعرض كل منهما وفي يومين مختلفين لحادثي سير. مصايبه كتير. وكتب رامي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، وأعاد نشر ما كتبه على انستغرام أيضا: الحمد لله ربنا نجاني من حادث موت دلوقتي، وأول أمس ربنا نجى زوجتي من نفس المصير، العربيتين انتهوا، وقدر الله وما شاء فعل، الحمد لله الذي قدر الابتلاء وخففه. وده البوست اللي حطه: الحمد لله ربنا نجاني من حادث موت دلوقتي، وأول أمس ربنا نجى زوجتي. وهنا ده رامي وزوجته الفنانة المعتزلة ناريمان. جدير بالذكر أن رامي طرح مؤخرا ألبومه الغنائي الجديد ليالينا، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومن بين أغانيه ما تكلمناش، وأنساها ليه، والنظرة الأولى، وجربت أنساك، وبحاول أنساكي، ومفيش منها، وتعيش ليا. ده ألبوم ليالينا، وكان بيستعد لطرح الألبوم الجديد. وقد احتفلت زوجة الفنان المصري رامي جمال بعيد ميلاده الذي يوافق 25 يوليو 2018 برومانسية شديدة من حوالي سنة تقريبا. ده رامي وزوجته ناريمان. زوجة رامي المطربة المعتزلة ناريمان نشرت صورة رومانسية جمعتها بزوجها على حسابه الخاص على انستغرام، ووجهت له رسالة خاصة احتفالا بهذه المناسبة. دي الصورة اللي نشرتها ليها معاه. ناريمان قالت في رسالتها لزوجها: كل سنة وانت أحلى حاجة في حياتي، كل سنة وانت جنبي ومعايا وناجح ومحقق كل أحلامك حبيبي. Happy birthday my only one. الفنان المصري رد على رسالة زوجته قائلا: وانتي طيبة وبخير يا حبيبتي، يا وش الخير، ربنا يبارك لي فيكي. دي صورته معاه. يذكر أن ناريمان عرفت من خلال ألبوم شخبطة على الحيط عقب ثورة يناير 2011، والذي ضم عدد من النجوم وفي مقدمتهم محمد حماقي ورامي جمال وخالد عز وتامر علي، والذي قدمت فيه أغنية ما بقاش فيا حاجة، وهي كلمات وألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم، كما قدمت أغنيتي مع نفسك والحال ده مش نافع، وهما من ألحان زوجها رامي جمال. هنا صور ليهم مع بعض.
رامي جمال. وأعلنت ناريمان اعتزالها الغناء عام 2014 بعد زواجها من المطرب والملحن رامي جمال، والذي اتفق معها على الاعتزال قبل زواجهما. كانوا متفقين إن هي تعتزل بعد الزواج. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.